شوفوا عليه وين ركزوا ركزوا على وجوبه المقطع موضع حليوه موضع هادشي اللي غيخرج عليه وما يخليش يبقى مزيان ما بقاش يخرج جسم مزيان. تقدر مثلا تشوف الرفان ديال الحليوه ولكن نقول لك هاد الطريقه النيفو باش غادي بيه هوايا غيخرج عليه خويا الله يعفو عليك كنتمنى لك غير الخير كنتمنى ترجع النيفو ديال تافي ولكن بالحاله خويا غتخرج على راسك والكارير ديالك غتضمر بنيتك. المهم الدراري سمحوا لي على الدخله هذه بغيت غير نمشي نوضح شي امور بالنسبه لي فان ديال السؤال بغيتو ديسلايكو الفيديو المهم ما كيهمنيش على شي حال. اليوم عندي رياكسيون على الكليب الاخر ديال طوطو على ما سمحت لحو اليوم الصباح بكري صراحه انا كنت اليوم النهار كله مشغول ما تحتش لي الفرصه باش نسمعو حتى لدابا هادشي علاش بغيت ندير رياكسيون نديرو في الاخر بالريفيو كما ديما وبعد الفاصل ليتس جو مستر بي ان جي سيتي بلوك in memory of Fawzi Tigana Hardy Space Life. المهم تحية اليوم ما عرفتش بالضبط شنو طرا اللي عارف قولوا لي في لي كومونتير شنو طرا اليوم. سموحات على قال لا سمحوا لي الدراري هاد سموحات فكرتني واحد الفيديو شفته في فيسبوك درت بوم تما المهم تشوفوا هذا يلاه جيت خاطر داكشي اللي داز حاولت نتبدل حاولت نكون واحد اخر ولكن مبقاش بلي وسط كاع الاتموسفير ما نزيدش بحياتي لا نزيد نغتصب بيه وما نقدرش نطلع منه سموحات حيت غنمشي نبدل حياتي من جديد يمكن نرجع يمكن ما رجعش ما بغيتش نشوف اللي قراب كتعذبو بسببي قدام عينيا مشكلة على هادشي سمو فاش لي طوطو يدير بحال هاد لي زعطر حيت غنمشي باش نرجع واحد اخر اقرب فكرني في هاديك لانترو اللي دارو دي زيتوس في كليب ديالو ساليتي ولا باقي المهم قال لي طوطو جيج من اللور حكمتها بزز ماجح تعرم موخة تكون قدام المال دنيك من دباق عليا تقليك ما كان خاطر الرب ولي والد النيك الجراندي توتو ما كافلي دارب كوزي اينا تنسى ساتلي اخلي بوبلم متزولو لاش مبلي شامو واحد ضيع فوق جولا قبلي شام مقاطع كفوجي تفلي يفضاري شام انساطة قدي عمري يا عمري طبجع حال الوية طبط نابولي ممتي غادي ندير لامولا غصبري ممتي لي صبرالي لبالي من صوري شانو ودن بالبالة ممادي سوفيانو بلا ما ساورو طوانو ايش عمر راجعي صارت مطريق البزنس بسبب دين امو نصها شراني بطحباس موهي كانو شف الداش اوكي ويسكي فوق راس وسط الداس اوكي هيكيري غادي وكيب داس بتروق تروق تروق وقلت الناس وقلت الناس ولينا كان بانو مومبيا وسط الناس مومبيا وسط الناس Let's go.
المهم الدراري طوطو سموحات صراحة تمجد بزاف دهشرني. انا في الاول ما كنتش كنتظر هذا الشيء، كنت كنقول طوطو المهم نتوما عارفين مولف كيدير لي روميت بزاف، ولكن هذه المره صراحه تمجد بزاف وخرج لينا شي حاجه يتستحق بنادم يشوفها. كليب واعر بزاف، عجبني المونتاج، عجبني اللقطات بالدرون، عجبني حتى الموضوع اللي دوا عليه خصوصا الرفران ملي كان كيقول ماشي بخاطري انا وصلت الكليه، زعما الظروف اللي خلاته ما يكملش قرايته ويقلب الحرفة ويدير شي حاجة اللي يقدر يجيب فيها الفلوس. واحد اللقطة عاوتاني قال 17/05/2016 في جهنم قدام عيني، زقلتها بشوية. واش كان زعما على شوية كان غادي يدير شي كسيدة، ولا كان على شوية غادي يموت، ولا شي بحال هكا؟ اللي فهم هاد العيبة هادي يقولوا لي في لي كومونتير تاع هي. حتى هاد اللقطة فين كان كيقول خلاها زريق كازابلانكا فين جات دي ماشي بيضية، ويلي ويلي. لا والله لا طوطو ما عندي ما نقول تبارك الله عليك، لا في لي باو لا في الكليب لا في الفلو لا في الانسترو. الانسترو بعدا زعما هو اللي مصاوب ماشي شفر ماشي بلاصه برودكسيون ديال شكون هو هاديس علي شي حاجه ما عندي ما نقول. المهم بالنسبه للتنقيط نعطيه 8/10 حيت عارف قدر يدير ما احسن، والله ما عندي ما نقول شي حاجه صداع. المهم الدراري هذا ما كان، نتمنى تكون عجبتكم الرياكسيون والريفيو. كما ديما سبسكرايب باش تشوفوا الجديد ان شاء الله، ما غادي تشوف غير الكونتوني اللي مزيان. وبالنسبه الى بغيتو نبدل شي حاجه في هاد لي رياكسيون، والا بغيتو نبدل الطريقه باش كندير رياكسيون قولوا لي في لي كومونتير، راه كنقرا كاع لي كومونتير. وما تنساوش ديروا نوتيفيكاسيون باش ماشي يوصلكم الجديد. اي شي حال هذا ما كان وبيس. ماما 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 مي ماشي خاطري لما وصلت الكليه، جالس فاز الكاميرا نايضه فوضى قد الراوتر موجب بين الدنيا.